كاين بزاف البنات يقول لك تجينا حنا نازله، لان حنا كاين بزاف كيما انا ما نحبش القندوره اللي تجينا طايحه من تحت حده الابيض، راح نشوف كيفاش راح نطلعوها لفوق طريقه سهله ونعتمدوها في اي تفصيله تاع قندوره تاع دار. ولا من الوراء تجينا نفس الشيء، يعني من الامام الفصيلة الامام وتظهر نفس الشيء تاع الظهر قصنا درناش كبيره بزاف، اما الموديل هو نفسه. نبدا على بركه الله طريقه التفصيل والخياطه. طرتين قماش والعرض نتاعه 175، هو اصلا جي عريض. الو واش راح نديرو؟ نطبق القماش نتاعي على 4. قبل ما نطبق القماش نتاعي على 4 راح نحي قطعه كما شفتوا في اول فيديو، راح نحي قطعه باش ندير بها الفولون، هذيك الفولون اللي راح يكون لي من الرقبه زائد الاكمام نتاعي. يعني شفتوا كيفاش راح تكون كاينه المخدومه. الو راح نحي الشريط طويل عرضه 12 سنتيمتر اللي راح ندير به قطعة تاع اللي تجيني في الامام وفي الظهر، يعني هو نفس التفصيل، يعني الفصيلة تاع الامام هي نفسها تاع الوراء. قطعة طولها 30 سنتيمتر، راح نقسمها على 2 15 سنتيمتر. فوالا عندي النقطة هنا لان القماش تاعي تقطع لي قديت. الوغ راح ندير طول القطعة تاعي 175 و العرض نتاعها راح يكون 15 سنتيمتر. هذه راح ندير بها الفولون اللي يجيني من الامام تاع الرقبه ولا حيجيني من الظهر كيف كيف، يعني راح تكون نفس الشيء. القطعه هذه نخليها على جهه، ناخذ القماش اللي تبقى لي نطبقوا على 4 ونبداو طريقه التفصيل والخياطه. هما راح نديرهم بسرعه ما نركزوش عليهم مليح. عندنا الرقبه 8 سنتيمتر وحتى الكتف دوره ولا عرض الكتف تاعنا 19 سنتيمتر. اما كيما شفتوا حنا راح نديرها جوست ان بوند هنايا حشنا خفيفه، نديروها حتى 17 سنتيمتر. هنا كيما شفتوا درت خط مستقيم، من الخط المستقيم تاعي هذا راح نهبط حتى الحلمه، كل واحد والحساب نتاعها. في الحلمه تاعنا هذه نحسبوا دوره الصدر اللي عندنا، كل واحد دورة الصدر تاعنا. عندي 26 سنتيمتر، 26 سنتيمتر نعم تبقى على 4، لا تاي 42 ونزيد لها 2 سنتيمتر. راح نديرو حدة الإبيض، أنا نرسم بالطباشير ما على وجه القماش بس الطباشير يتنحى. راح نديرو حدة الإبيض ونبقى نعاود، كاين بزاف الناس تجي تحت الإبيض عريانة بزاف يعني هابطة بزاف، واللي ما يحبش هذا يطلع حوالي 3 سنتيمتر. نديرو خط متوازن، كان أختي ما فهمتش الشكل هذا. هنا عندنا وين الحلمة، حسبنا دورة الصدر تاعنا عادي، طلعنا 3 سنتيمتر ونديرو خط متوازن معاه ما تجيناش تحت الإبيض عريانة بزاف، ونعرض بالشكل هذا. من دورة الصدر تاعنا نشوفو وين لاتاي تاعنا، وين أصغر منطقة في الجسم. هنا بلا زيادات، من النقطة تاع هادي نهبط، من نقطة دورة الخصر نهبط حتى وين الأرداف ولا اليونش. كل نقطة درتها نزيد لها 4 أصابع، يعني حتى لهنا وحتى لهنا، في منها زيادة تاع الخياطة ومنها باش يجينا فضفاضه، لان مش راح نديرها ما نديرهاش جوست على قد لاتايت انا قد نهبط على قد عرض القماش اللي عندي الرقبه. تاع الامام راح نديرها 20 سنتيمتر، وتاع الظهر راح نديرها 10 سنتيمتر. الان كي راح نفصل تاع الظهر هي الاولى لان تبقى صغيره، وبعدها وبعدها نفصلو كل واحد لافورم تاع الرقبه اللي يحب يديرها. في الكتف نهبط واحد ونصف من هنا، تاع قطعة الأمام راح ندخل فيها هنا بواحد سنتيمتر،
كنفصلها فصل عادي على الخط هذا المستقيم الاول، وبعدها نفصل الرقبه، وبعدها نفصل تاع الامام حرده الابط ندخل فيها، يعني القطعه الاولى تاع الامام ندخل فيها بواحد ونصف سنتيمتر، ونفصل الرقبتين. كمل التفصيل تاعي كامل، وندير القطع اللي راح ندير بهم الثبتين تاع الامام وتاع الظهر، ونرجع ان شاء الله. ومن هنا نطلع حوالي جوج اصابع حتى ثلاث اصابع، ونضبط بالشكل هذا، يعني تجيني باش ما تجيناش طايحه في الجوانب، فقط نفصل القطعه تاعنا ونرجع. عندنا التبتين تاع الامام، التبتين تاع الوراء، راح ندير جوج حنكفها ولا ندير عطفه صغيره نص سنتيمتر على نص سنتيمتر، ولا كفة يعني تكون رقيقة، على قد ما تكون رقيقة تكون أحسن. تبقى واحد اثنين، راح نكف القطعة تاعي قطعتين تاعي هادو اثنين، ندير التبطين تاع الأمام التبطين تاع الظهر، ونرجع إن شاء الله. الآن راح نجيس نركزو على المراحل هذه، لأن هذه راح تكون مهمة، لأن الفصيلة تاع القندورة كيما العادة جيست هنايا دورة ولا نصف دورة تاع العرض الكتف اللي درناه هنايا صغيرة، لأن راح نديرها بغوطين والأكمام راح يكونوا طايحين. الآن كيفاش ردت؟ أنا ديجا صورت الخط، أو فات صورت تراسيت الخط نتاعي، ألوغ جدات حسبت 14 سنتيمتر، دابيت نحسب 8 سنتيمتر ونديرو، لكن حنا راح نديروها الرقبة تجي هي يوسف فيها الطيات هذاك ولا الفولون هذاك. هبطت 14 سنتيمتر ودرت النقطة نتاعي، لأنه هذا اللي يجيني مليح مع الدورة تاع الرقبة تاعي، خاطر كون درتها 8 سنتيمتر راح تجيني عالية هاك. حسبت 14 14، ودورت جوج هبطت تحت الرقبة بواحد سنتيمتر، ودرت التراساج نتاعي، يعني هذا التراساج اللي درته من الأمام هو نفسه اللي راح نديرو من الوراء، هو نفسه اللي راح نديرو من الوراء، راح يكون بالشكل هذا، واحدة طية هنا والتانية مقابلتها هنا بالشكل هذا. مش راح تكون تكمشات كيما هكا ولا كشكشة، لا هي طيات، واحدة تجي هنايا نحسب واحد سنتيمتر واحد سنتيمتر ونديرو بالشكل هذا، واحدة هنا والتاني تجي مقابلتها بالشكل هذا، تجينا بالشكل هذا. قبل ما نلصقو هذا كامل، أولا نحسبو نهبطو في الذراع نتاعنا، في الذراع نتاعنا على الجسم الإنسان، نحطو الدورة اللي تجينا من هنايا بعد نهبطو 14 سنتيمتر، دورة الذراع اللي تجينا هنا، احنا كدنا في القندورة السابقة تاع مونش ايفونتاي هبطنا وين 8 سنتيمتر، حسبنا الدورة تاعنا، وهي اللي درناها لأنه مش راح يكون إلاستيك ولا أي حاجة، مش راح تكون فيها حاجة اللي تحكمها على الكم نتاعنا، هي راح تجينا جوست محطوطة، متجيش مزيرة على الكم، لأنه بعد منقدروش نتحركو، راح تجي جوست بوزي محطوطة فوق الكم نتاعنا. ألوغ نحسبو الدورة تاعنا من هنايا حتى الورا بالشكل هذا، في على الدراع تاعنا، وهي اللي راح نحطوها هنا، يعني نخليولها نخليولها المقاس اللازم مع القماش نتاعنا. الان انا عندي زوج من هادو، بعد ما نقيسو بعد ما نديرو الطي نتاعنا هادي ولا الدوره تاعنا هادي، نخلو على جهه هي نفسها راح تكون جهنا. الان انا عندي اثنين قطعتين من هادي، راح تكون لي ما درتوش خط كامل، درت عندي اثنين، نحي جوست هذا هبط الدوره باش نشوف نفهم، وبعد حتى المراحل غير فيها شوي جوست شوي، هذه فيها شوي خدمه، ماشي خدمه تركيز، فيها شوي حسابات. الوغ هنا الخياطه تاعي هذه راح تكون لي مع، راح تكون ملتقى هنا بين تاع القطع الاماميه وتاع الظهر، راح تكون الخياطه هنا. انا عندي قطعتين، ما عنديش قطعه كامله واحده باش نخدم لي بلي لي بلي وبعد نوزع، لا انا حندير القطعه الاماميه ونخلي حق الخياطه، وندير القطعه تاع الظهر ونخلي حق الخياطه. اولا واش راح ندير قبل ما نبدا هذا كامل، راح نرسم نفس الشيء اللي رسمته من الامام، نفس المقاسات، يعني 14 سنتيمتر تاعي هادي راح ندير نفس الشيء في الظهر. اذا حبينا نكبروا فيه نطولوا لازم تكون عندنا القماش اكثر، ولا هذا ما كان اذا حبينا لو نديروها في تاع الاسفل، كل واحد يحسب الرغبه. انا راح نديرها نفس الشيء تاع الامام وتاع الظهر.
بعد هذا الطبيب بالسنة تخرج لنا يعني الرسمة تاعنا، يخرج لنا نفسها ما تبقاش لا حسابات ولا حتى شيء بالشكل هذا. الدوره اللي جاتني انا هنايا جاتنا 30 سنتيمتر، هي مش دوره الذراع يعني باش جيست لو موفمون باش نحركوا اليدين تاعنا ما تبقاش كونسي. فوالا دوره الذراع راح تكون اضيق، ولكن بما ان راح تكون في الجنب هنايا راح تكون اكبر باش نجم نحركوا الذراع تاعنا سينو يبقى كونسي. نبداو نركبوا الكم تاعنا كما شفتوا في الموديل. احنا راح نركبوا واحد الكالو يجينا هنايا، هلصق القطع الاماميه والقطع الخلفيه، عفوا هلصق ولا القطع هذه الفولونتير هلصقوا مع بعضنا باش تكوني في المنظر، باش نخلي 30 سنتيمتر خلي 15 سنتيمتر تجيني من الامام وال15 سنتيمتر تجيني من الوراء. لصق القطعتين مع بعض، خلي جوج حق نص سنتيمتر او واحد سنتيمتر تاع الخياطه بالشكل هذا زائد. هذه الطريقه سهله. واش راح ندير الان؟ نحيد دوك الكندورات ما بقاش نحتاجها. انا عندي المسافه اللي راح نديرها وندير فيها لي بين تاعي. هذا المدخل تاعنا هاي فولونتي تاع الامام قد هادي قد قد، وهذا كامل الفولونتي اللي حيجيني من الامام تاع الوراء نخليوه للوراء. واش راح ندير؟ ندير لي بين تاعي الطيات نتاعي يجينا بالشكل هذا، ونوزع نحاول نوزع كل شيء يكون متساوي، عندي غير الوقت اللازم. جينا بالشكل هذا، حاولوا كل زوز ثلاثة سنتيمتر نوزعوا نوزعوا حتى نوزعوا الكالون تاعنا كامل في جنب بالشكل هذايا، وندير الخياطة على وجه القماش. القطعة الأولى تاع لي نتجنا من الأمام أو من الداخل، عندنا قطعة واحدة كيفاش درتها؟ بعد ما حسبت المسافة تاعي اللي حبيتها أنا درت تاية تنتي، درت جوست لو زيكزاك بلي زيبان اللي حكمتو، درت غير لو زيكزاك. ناخد الكالو تاعي بالشكل هذا ونخيطو بالمقلوب بالشكل هذا، ندير الخياطة هنا أكيد بعد ما نقلب راح يجينا بالشكل هذا، راح يجينا نضيف بوجه القماش، نحط هذا بالمقلوب ونخيط هنا من الأسفل، ندير الخياطة تاعي بعدها كنقلب راح يجيني كل شيء نضيف. وفي وبليس في الدوره تاع الكم هذايا بما انه هنايا كاين واحد ولا كاين، انا نقول كاين بما انه خيطنا على واحد سنتيمتر يعني كي نقلب هنا في دوره الذراع راح نخيط على واحد سنتيمتر، نخلي 15 سنتيمتر تاعي زائد واحد على الخياطه، نلصق الكالونتي حتى النقطه تاعنا هذه كي نوصل بلا زيادات لانه هنا درنا كل البلي تاعنا كامل، لصق الكالونتي حتى لهنا كي نوصل هنا نخلي 30 سنتيمتر يعني الخياطه تاعي هادي، الخياطه هادي الملتقى تاع القطعتين تجيني في المنتصف، تبقى لينا 15 مع الخياطه، زيد نحسب 15 الثانيه راح تجيني في الكم هذايا، ونلصق ونزيد ندور حتى نلقى نخلي تبقى لينا 15 زائد 1 سنتيمتر بالشكل هذا. انا جيت قريب على وجهها جينا بالشكل هذايا، هنا ترى 15 حتى المنتصف وانا 15 ثانيه، ونفس الشيء حتى الاخير، وبعدها نلصقوا القطعتين مع بعض. هنا في نهايه تاع الموديل تاعنا يجينا الموديل بالشكل هذا، يعني الخط تيجينا هنا في المنتصف ويجينا بالشكل هذا. انا بالنسبه للتزيين كما شفتوا عملت البالون هذايا، كل واحد يدير حسب اللي يحب ولا حسب لي مويا وحسب اللي كاين. احنا نعرف بلي كل شيء مغلوق الان، انا درت واش كاين في الدار، هذا مكان بما انه فيها الاورانج وحنا درت حق الاورانج هذا فقط. يعني الموديل تاعنا يجينا بالشكل هذا ان شاء الله. هنا عندنا فتحه هذي، انتو عايشين طايحين بالشكل هذا ان شاء الله. الموديل تاعي يكون نال اعجابكم، نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم.